بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، Welcome brothers and sisters again to our weekly program قراءات. Today we are 7th of Ramadan. It's going very fast. May Allah accept our fasting and our all good deeds, and may Allah give us tawfiq to do our more and more. And for next few days we left. Alhamdulillah, today we have one qari from, he's from Yemen. He live at the moment, I think, in Turkey. I request him to please introduce yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Ahmed. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. على عجالة إذا في إمكانية عرفنا بنفسك يا شيخ. معكم أخوكم أحمد محمد جحاف، يمني الجنسية، أعيش في تركيا في مدينة أكسراي حاليا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. Yeah, he living in Turkey now at the moment. And he do Quran, he's Quran teacher, online Quran teacher. انت تدرس برضو عن طريق online ولا؟ نعم، كنت أدرس عن طريق online، بس الحين مع الفترة هذه توقفت يعني. ممكن بعد رمضان. أو بالسعودية 12 عام. ما شاء الله تبارك الله. He's from 12 years he's teaching Quran. ما شاء الله تبارك الله. تفضل يا شيخ أحمد، ما تيسر، الله يفتح عليك. سنقرأ من سورة ياسين إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم
إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون صدق الله العظيم. بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليك. الشيخ أحمد he's my friend from long time. He reminded me the day we was together. ما شاء الله تبارك الله. كتب الله اجرك يا شيخ احمد. اسال الله يفتح عليك ويبارك فيك مشاركتك معنا. اللهم امين. جزاكم الله خير. نحن في خدمتكم دائما. الله يسعدك. الله اكرمك. الله صراحه. Brother and sister, we are going to the brother, our madrasa students. His name is Ali Muhammad. Ali Muhammad, you're here. Assalamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. علي, how old are you, Ali? 8. You are 8, ما شاء الله تبارك الله. And how many juz you did memorize? 17. Sorry? 17. ما شاء الله تبارك الله. May Allah bless you and your family all. الله يفتح عليك. You can start, إن شاء الله. بسم الله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله. كرمك الله. شكرا لك يا علي. كتب الله أجرك شيخ. We going to now to Sheikh. He's from Emirat, الشارقة.
You live, I think, in Sharq Limited, or your camera and your mic. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حال الشيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. عرفنا بنفسك يا شيخ. أخوكم سعيد مولانا محمد من بنغلاديش ومقيم ومواليد دولة الإمارات. ما شاء الله يحفظكم. بارك الله فيك. His name is Sheikh Saeed Moulana Muhammad. He's originally from Bangladesh. He lives in Emirates, الشارقة. تعمل إمام؟ نعم إمام نعم لله الحمد. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله تبارك الله. تفضل يا شيخ. افتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليك ونفع الله بك وزادك الله من فضله كتب الله أجرك. جزاك الله خير على هذه التلاوة الرائعة. الله يبارك فيك، نسأل الله القبول يا شيخ. الله آمين يا رب، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. ما شاء الله، إن شاء الله بإذن الله نحظى يوما ما تكون عندنا في المسجد بإذن الله.
تجينا زيارة يا رب إن شاء الله، وأنتم كذلك نتشرف بزيارتكم حبيبنا الشيخ. أكرمك الله، الله يبارك فيك. أكرمك الله، ما شاء الله. I request brother الشيخ سعيد because today today Friday, the last time of the Friday is one of the time inshallah Allah accept the dua. So please Sheikh Saeed, can you make dua for our ummah, for all Muslimin? تدعونا لنا دقيقتين ثلاث دقائق إن شاء الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا بنتا إلا أصلحتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في والدينا وفي أمهاتنا وفي إخواننا وفي أخواتنا وفي من أحبنا فيك وفي من أحببناه فيك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاك الله خير شيخ سمير. بارك الله فيكم، تشرفنا برؤيتكم شيخ، وجزاكم الله خير على دعوتكم واستضافتكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. Brothers and sisters, جزاكم الله خير. And to you all.